مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق ديال الموضوع لعدد كبير من المغاربة كيتبعوه، موضوع سامحة المختفية. الفيديو السابق كان الأب يناقش الموضوع مع مجموعة من المنابر إعلامية، في لحظة من اللحظات عنده الطونسيو مسكين، كان طاح الأرض، داروا الإجراءات طبيعة الحال باش تقدم للمساعدة، داتو لومبيلونس، حنا على جد مقربة من مستشفى محمد الخامس حي المحمدي، غادي نشوفوا الوضع الصحي ديالو ونشوفوا أمور أخرى. تبعوا معايا الوليد شوية. ما كاين، ما شوية راني عيان باقي، وعيانة ودي يا سيدي، أنا بيتعب بنت نشوفها، الله يجيبها ودي، الله يجيبها، دعيت من الله والدم تاع الإسلام، وهاد الناس تعدوا عليا، أنا واحد الراجل مسكين ما عندي باش نوض، وتعدوا عليا، دعيت من الله تبارك وتعالى والدم، كنصلي معاهم في الجامع، ناكل معاهم، مرافق أنا وياهم، لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله، الله يجعل ربي يتخلص الحق، والله يجعل البركة بجلالات الملك يدير لنا حقنا. ما غاديش نطول معاك، الله يجيب لك الشفاء الوالد. مشاهدينا الكرام، مجموعة من نقاط أخرى غادي نشوفوا مع الإبن الوالد دابا شوية. انت كتشوف اخويا الحال، دخلوا للسبيطار، شنو دار، داروا الاجراءات، شي برار عطاو، شي وراء عطاو، واحد كاينه غادي ياخذ ديال الطنسيو، وقال لك غتعبروا لي السكور وسيروا، تبقاو راقبين، قال لك ما تخلوش يتعصب بزاف. وهذه الا كان ممكن تعاود ليا على الوقيته اللي كنا في الباديه، في الباديه اشنو اللي وقع، سجلنا معاه يا فاش خدينا في الاخير، حاولنا ما امكن اننا نديوه للمدينه، ما عيطوا لكم حد من العائله، ما كاينه معلومات، ما كاين والو. لا، عيط لي واحد السيد قال لي ودي راه فات منها الاخت ديالي، جات عند مرت هذاك الشيخ ديال ولد العائله، جات عندها وبعد دخل مع عندها ولاو فكوهم الناس ومشات حالاتها. انت هادشي، هادشي قديم، هادشي شي حاجه، شي يعني مرتو على اطلاع بلا الزوج ديالها اللي هو الشيخ عنده علاقه مع سميح، كاينه هادشي على اطلاع بان عنده علاقه معها، علاش ما تجيش تقولها لينا ولا تعيط الام ديالي؟ ملي مشات عندها الاخت ديالك انت، ملي مشات عند مرتو استقبلتها، جلست معها، عودت ليها، شنو وقع؟ اش غتستقبلها؟ هي عارفه عندها علاقه مع راجل، غتستقبلها؟ شنو اللي وقع؟ اي دابز فكم الناس، سيري في حالاتك، سيري في حالاتك، تفكم مشات في حالاتك. اسيدي هاد السيد راه ظالمنا، الله ياخذ فيه الحق. نتمنوا من السيد عامل ديال صويره والسيد وكيل الملك المحكمه الابتدائيه ديال صويره يدير لنا بحث في التليفونات ديالها وديولو، وغادي يبان الحقيقه. انتم جيتوا دابا للدار البيضاء باش تشوفوا ديك المسطره الاولى ديال الاختفاء في الدائره، يمكن ديال سيدي عثمان، ياك؟ هي غادي نشوف ان شاء الله، الا سالينا دابا غادي نمشوا ولا غنوصلوا الدار حتى للصباح، تيبان لي شويه اللي غيهبط سيدي عثمان، سولهم واش كاين شي معلومه جديده، حنا بينا اختنا ميته حيه كما بغيناها، حنا ما عندناش المشكل يكون شيخ ولا يكون قائد ولا يكون اللي بيكون، حنا عندنا الهدف ديالنا خوتنا ميته حيه، هو السبب، حنا مادام لقينا دوك الدلائل تلقينا عنده السبب، هادشي اللي عطا الله. الوالد على سلامته، والله يسر لكم يا ربي. مشاهدينا الكرام، واحتراما لعدد كبير من المتتبعين اللي تنوي الراي العام اكثر في الموضوع، غادي نعاود القصه من الاول بالنسبه للناس اللي ما شافوش هذا الموضوع، موضوع سامحه، هاد الناس كيعيشوا في حقبة زمنية معينة في نواحي مدينة الصويرة، حوالي 80 كيلومتر اللي كتبعد على الصويرة. 2012 الأب خدا واحد القرار، هو في العدد الإجمالي اللي عنده، عنده ولد 91 ديال البنات، كاين نص تقريبا البنات تزوجوا، بقات واحد الفئة اللي معاه في المنزل. نظرا للجفاف، نظرا لمجموعة من الأمور اللي ما قدرش يواكب الحياة، انتقل لمدينة الدار البيضاء. البنيتات اللي بقاو عندهم مزوجين خدموا، وهو خدام على قد الحال الأب باش طبيعة الحال يدبر القوت اليومي ديالو. 2012 جاو للدار البيضاء. الجديد في الموضوع انه حوالي شهر او 10 او 4 ايام بالضبط تم الاختفاء ديال سامحه، سامحه اللي هي البنيه الصغيره عندها 32 سنه. قاموا بالاجراءات الاوليه بالنسبه للامن، مشاو للدائره خبروا بالاختفاء، من بعد الاخ وبالدهاء ديالو انه دخل البيت ديالها ويلقى صندوق اسود، وكان هو الصدمه. هذا الصندوق الاسود لقى فيه صور وفيديوهات ووثائق تفيد انه سامحه لها علاقه مع الشيخ ديال القبيله اللي هو في حداته ولد عمهم نفس الكنيه. من بين الاشياء اللي لقاو بطبيعه الحال هو انه لقاو حوالات بنكيه كتعلق
بالشيخ كيقدمها لسامحه تقريبا المبلغ الاجمالي عندها شي 4 ولا 5 ديال المليون، وكذلك لقاو صور شيئا ما مخجله فيها عندها علاقه معاه. هذه المساله الاولى. ثم لقاو واحد الوصل ديال البندقيه في سميتها. ملي استفسرنا في البعض على هذا السؤال ديال البندقيه قال لك بانه كان ديال هو وعطاها لها هي ولا ديالها. هنا الاطار القانوني في الموضوع، لانه البندقيه باش تكون في الحوزه ديال الشخص كاينه مجموعه من الاجراءات. هنا سامحه خدامه خدمه بسيطه جدا في مخبزه عندها واحد المبلغ هزيل شيئا ما، بطبيعه الحال على قد الحال هو باش كتعيش. كيفاش جات هذه البندقيه وكيفاش سلمها لها؟ هذه المساله الاولى. المساله الثانيه هو الاوديوات اللي فيه الكلام بينه معاها، كاينه علاقه وسمعنا هذه الاوديوات. العائله تصرح بانه هذا الاختفاء يميل بنسبه كبيره للمعني بالامر اللي هو ولد عمهم. مشاهدينا الكرام، سميحه خدمات يوم الاختفاء ديالها في الصباح في حدود 12 او 2 العشيه بالضبط. الاخ ديالها كيجي ميساج كتقول لي انا غدا لصويره، نوعيه الكتابه قال لك ماشي ديالها. من ثم تم الاغلاق ديال الهاتف. الى اليوم اين هي سميحه؟ مشاهدينا الكرام، دورنا هو ايصال هذه الرسائل للمسؤولين بطبيعه الحال لهم الامكانيات ومن اللوجيستيك لفك لغز هذا الموضوع. هناك الخبره الهواتف وهناك مجموعه من الاجراءات اللي كيخولها لهم القانون بطبيعه الحال باستشاره مع النيابه العامه لاتخاذ المتعين اكثر في الموضوع. الهدف الاسمى في الموضوع واش سامحه ميته ولا حيه؟ مشاهدينا الكرام، مجموعه من نقط في الموضوع فيها القمه في الغرابه. سامحه اليوم اللي خرجت في الصباح بكري دات مع لاكارت ناسيونال، خلات البطاقه البنكيه ديالها، خلات الوثائق، خلات الملابس، خلات كلش. والاب يتحصر على الابنه ديالو. اين هي سامحه؟ الاخ تا والله اللي عن به مشاو لصويره، مشاو مجموعه من الاماكن كما عطاونا في تصريح فيديوهات سابقه فين ما سمعوا تقدر تكون كاريه هنا ولا مشيت هنا تيقلبوا، رغم انه طابع ديال سامحه ما كتخبرش على الدار ولو نهار ولا يومين. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد في الموضوع، كما الشكر الجزيل لجل المنابر اللي تناولوا الموضوع من اجل الهدف الاسمى في الموضوع هو نقل الحقيقه واين هي سامحه. مشاهدينا الكرام، تمنينا صراحه من الشيخ، احنا لا نوجه الاتهام لاي احد، كما قلت في الفيديو السابق، اذا كانت لك حسن نيه لماذا لم تساهم بشتى الطرق مع العائله انه تقلبوا على هذه البنيه باش تثبت حسن النيه ديالك، وفي نفس الوقت بحكم الدم اللي بيناتكم انها بنت عمك؟ هذا هو الاشكال الكبير. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد في الموضوع في حاله اذا تبينت معطيات اخرى. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.